سيف احد المتطوعين في حملة رمضان امان. اهلا وسهلا فيك سيف، رمضان كريم. اهلين وسهلين، رمضان كريم، نعاد علينا عليك. قديش صار لك بالعمل التطوعي اول شيء؟ تقريبا سبع سنين بالعمل التطوعي بشكل عام، يعني كل التطوعات لا تطوعها. وبحملة رمضان امان قديش صار لك معهم؟ تقريبا بعد سبع سنين ونص تقريبا معهم. طيب شو أهمية هالحملات التطوعية خصوصا بشهر الكريم شهر رمضان؟ طبعا أول شيء في شهر رمضان الأجر يكون مضاعف، فالواحد يوم يسوي عمل تطوعي ويتطوع ويساعد الناس، وخاصة في حملة رمضان أمان الواحد يفطر الصايم فياخذ مثل أجره. فرمضان أمان الواحد يوم يعطي البوكس داخله تمر وكيك يعطيهم للناس اللي صايمين في السيايير فيفطرون بدل ما يصومون في الدرب وازدحام وبسرعة فيكونون ماخذين الوجبة هاي ويفطرون فيها في الدرب، فيكون أحسن لهم بدل ما يدوسون لا سمح الله تستوي حوادث ولا تستوي شيء لا سمح الله. طيب شو بتعطي توجه رسالة للناس اللي بدها تتطوع مش عارفة كيف تعمل؟ طبعا العمل التطوعي أول شيء جدا إيجابي، يعطي حق الناس الطاقة، خاصة الناس اللي يبون يتطوعون من نفسهم. في ناس حابين يتطوعون فخليهم يتطوعون في وايد تطوعات، في عندهم منصة الإمارات للمتطوعين، في عندهم حملة رمضان أمان اللي احنا حاليا فيها اللي هي إفطار الصائم، في وايد أعمال تطوعية فالواحد يقدر يتطوع فيها، حتى أيضا الكليات حاطة منصات تطوع يتطوعون للناس، فهذا شيء جدا جدا إيجابي، جدا عمل تطوعي ممتاز. شكرا كثير لك. شكرا، عفوا، جزاك الله خير، مشكور على الاستضافة.